Voilà. بشكر حضوركم وبدي اقول انه كل هذا اللي عم ينعمل اليوم انتم كلكم شركاء فيه، كل الحضور، كل الصناعيين اللي ساندونا، كل الاعلاميين اللي مواكبيننا، كل الفعاليات الاقتصاديه والصناعيه الموجوده بالمجتمع، الاكاديميين كمان. دكتور ميشيل ما فينا ننكر وجودك انت كاكاديمي اليوم من الطراز الاول، مؤسس الظاهر الاستاذ ميشيل الصناعي الاول من بقى اليوم لك افضال كثير على الصناعه، احتضانك لتجمع الصناعيين ومركبتك له، كمان الجامعات ككل. وفيني اقول انه انا اليوم موجود باكبر مصنع بلبنان، اليوم يو اس جي هي اكبر مصنع في لبنان، مصنع للعقول، مصنع للابتكارات. نحن بحاجة لكم، مش انتم بحاجة لنا، بالعكس تماما. نحن اليوم حتى نربح وقت بما انه صار في تأخير، عم نطلق الحلقة الأولى من جائزة الابتكار الصناعي اللي حتكون إن شاء الله سنويا، اللي هي حملت اسم جائزة يوزيف ورة للابتكار الصناعي. وبدي أخبركم شوي مين يوزيف ورة، ويمكن إذا بيسمح الوقت أطلب من صديقي الأستاذ عارف يقرأ لكم شو كتبت عن يوزيف ورة بسلسلة كتب عن لبنان، لماذا أكتب، اللي كان وجع كبير الصناعي اللي تآمرت حكومته عليه، مثل ما تآمرت على كثير عالم موجودة بيناتنا أو غايبة، بأنه ما خلت كثير أصحاب الكفاءات يوصلوا. نعم الله فيك، صحيح. بدي اقول انه اليوم نحن وصلنا لهون بفضل مشاركتكم جميعا، كلكم كنتوا معنا، كل الصناعيين ساهموا ماديا ومعنويا بعد ما عزنا، يعني كان في فائض بس اخذنا بحاجه لهم نحن المبلغ اللي احتجناه. الجائزه هي اوليه، بدها تكون سنويه مثل ما قلت، السنه القادمه حنستذكر نحن وياكم الصناعي سميح اليمن اللي هو واحد من كبار الصناعيين بالبقاع وفي لبنان وصيدا كمان. والسنة اللي بعدها كمان النيدي على 3 سنوات يكون في جائزة ابتكار لصناعي تاني كمان، والأسامي موجودة. ونحن منقول انه هيدا بس في له 3 أهداف صغار. أول شيء نستذكر نحن الصناعي اللي يمكن في كثير عالم ما بتعرف، تحديدا شبابنا. 2، نشجع الانوفيشن الابتكار، ونعطي حافز لهالشباب لانه يبتكروا، وهيدا ما عم تاثر الجامعات بانه بتعملوا. 3، نحن الصناعيين استنفدت الافكار اللي عندنا تقريبا، انه معودين نعمل فلافل بالفول والحمص، اليوم اجى من يعمل فلافل بالكينوا. يعني كانت العالم اول معلبات يعني فول، اليوم نحن بنبيع معلبات ورق عنب، ورق عنب بس هيدا معلب بيقدر يدفع اسواق امريكا، فقط انت تصدري ورق عنب من لبنان على الخارج وبكميات. اللي صار بتجربة جرلانة، نحن مش عم نحكي لنعمل دعاية، عم نقول انه وين فيك تنجح بتجربة ماستر وتجربة هوكنز وتجربة اليمن، وكلها اليوم سكيب فارم اليوم بدع بزحلي، بعتقد انه يستحق انه كلنا نآمن بهالمنتج المحلي، نآمن بانه نحن اليوم مش كل شيء فرنجي، معلش اشوف انا منتجات عم تطلع بالصناعات محلية ولبنانية، منتجات توازي بجودتها المنتجات الأجنبية. بختم لأقول انه يوزيف ورة بدي دقيقة أخبر عنه، إذا بتسمع حدا بدك تقرأ عنه شوي. يعني هذا كان المقال بيقول: إذا كان غناهم مالا تكدس في جيوبي فأنت بالمحبة تغتني.
نحن أنا في معركة قريبة مثل كثير صناعيين مع الرجل. الرجل اللي كان عم يعمل عم يبلط المترو بفرنسا معمل يوني سيراميك بلبنان أقفل بتآمر من الدولة، وقال لي هو بإحدى المرات، عم نحكي الكلام نقلا عن جوزيف ورر، لو كان الرئيس الحريري كان بعده عايش ما كان أقفل المحل. أقفل معمل يوني سيراميك هو برقبة الوزير ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة، كما روى لي ناقل الكفر ليس بكافر. أنا عم بنقول شو قال لي جوزيف ورر قبل ما يموت. هيدا باختصار عن جوزيف ورر، كان في عنده بمطرح من المطارع انوفيشن موجودة بصناعة السيراميك. عم نحكي عن أكبر معمل سيراميك كان موجود بالبقاع، وإن شاء الله ما تكبر الصفحة لقدام. في كان موضوع إعفاءات جمركية، ذكر وقتها إنه أنا بحثت وفتشت، خيي ميشيل عم جرب أقرأ شوي عن الموضوع، بجميع الصناعيين ما لقيت ولا كتاب يستنكر أقفال معمل يوني سيراميك بوقتها، حتى إنه شفت إنه في احتفال كان لعيد العمل ولعيد يوم الصناعة اللبنانية، وكنا عم نتطلع، بذكر هذا التاريخ أنا، بهل كأنه كان احتفال تأبيني، كان يوم الصناعة، كان يعمل بيوني سيراميك 570 عامل 24 ساعة، كان المعمل متداول بأسهم ببورصة. ما بعرف إذا ختاما إذا بعد في متسع من الوقت لينتقم زملاء جوزيف ورر لينتقموا له، أو إنه بدنا نسلم بالحال يوصل ماله ونقول مثل ما بيقولوا الكل حسبي الله ونعم الوكيل. شكرا لكم، وألف مبروك سلفا للفايزين بالجوائز الأولى، المرتبة الأولى والثانية والثالثة، اللي هلا بطلب من الأخوة الصناعيين يرافقونا مع الأستاذ ميشيل داهر لتسليم لما بتيجي التعليمات من الإدارة. الأخوة الصناعيين الموجودين معنا، بليز كلكم كونوا معنا لنسلمهم مع الأستاذ ميشيل. في شيء عندك؟